اهلا بحضراتكم، رجعنا بعد الفاصل. ودلوقتي عندي لحضراتكم هدية ناوي ان انا اعيد بيها على حضراتكم في ليلة العيد، عشان ما يبقاش دخلت عليكم بايدي فاضية. وفي هذه الاوقات وفي الجو اللي مليء بالروحانيات والايمانيات، ليس هناك هدية اجمل ولا انقى ولا اعذب صوتا كمان من فضيلة الدكتور صلاح الجمل، الداعية الديني والقارئ المعروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيك يا استاذ سامي. كل سنة وفضلتك بخير. طيب. كل سنة وفضلتك بخير والأمة العربية والإسلامية كلها بخير. اللهم آمين يا رب، ودايما منور يا حبيبي. ربنا يعزك، ده بس من ذوقك، ودايما ربنا ينفع بيك وبصوتك وبعلمك الجميل. جزاك الله خيرا وانت كذلك يا حبيبي. ربنا يعزك. انا دور انتهى، المشاهدين كلهم اذان صاغية لما ستعيد به عليهم. يا رب وفقنا وتقبل ان شاء الله. اللهم امين. فضل. قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلته انا وانا ايونا من لا اله الا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. طيب هنعيد الاتصال بالدكتور صلاح علشان نواصل هذا الابتهال الجميل والدعاء المقبول بإذن الله تعالى. تعرفين بس يعني الاتصالات بس هي اللي بيبقى فيها مشكلة، لكن الدكتور صلاح سمعنا ويكمل ما بدأ. تفضل يا دكتور. ايه تفضل، سامعينك يا فندم. لا اله الا الله تحمينا وتصلحنا وتسعدنا وترضينا، اللهم صل على خاتم الأنبياء والمرسلين. يا ربنا آمنا به ولم نره فأكرمنا برؤيته يا الله، أكرمنا برؤية الحبيب النبي في المنام يا الله، وتفضل علينا وأكرمنا بصحبته في الجنة يا ربنا. اللهم بحبلك المتين قونا، وخذنا إلى رحابك يا الله، خذنا إلى رياضك وارضنا يا حنان يا منان، إنا نادمون على ما فرطنا فاقبل عذرنا وسامحنا يا الله. يا الله إنا نادمون يا ربنا أننا ما جاهدنا في الطاعات فاقبل عذرنا وسامحنا يا الله. اكبر بخاطرنا، اكبر بخاطرنا، وارحم ذلنا وضعفنا وانكسارنا يا الله. يا حنان يا منان تب علينا يا تواب يا الله، بحق اسمك التواب تب علينا يا ربنا. نسألك يا الله ألا ينسى
قضي هذا اليوم إلا وقد غفرت لنا جميعا يا ربنا. آمين. نسألك ألا ينقضي هذا اليوم إلا وجعلتنا ممن تباهي بجب ملائكتك يا ربنا. نسألك في هذا اليوم يا غنيا عن عذابنا اجعلنا من عتقائك من النيران يا الله. ما أكثر عتقاء الله من النيران في هذا اليوم اجعلنا منهم ووالدينا وأولادنا يا ربنا. اللهم اجعلنا ممن حرمت أجسادهم على النيران يا الله. يا حنان يا منان اجعلنا ممن ينادى عليهم لا تثريب عليكم اليوم أنتم عتقاء الله من النيران. اللهم تفضل علينا واعتق رقابنا ورقاب والدينا وأحبابنا وجيراننا من النيران يا الله. وأكرمنا بالجنة مع رسول الله يا الله. واجعل عيدنا هذا عيدا مباركا على مصر يا ربنا. بك نستغيث يا ربنا فافتح اللهم فتحا مبينا على مصر يا الله. بارك في مصر وفي شعبها وفي شبابها وفي رئيسها وفرج كرب مصر يا ربنا. أخرج مصر من الأزمات بفضلك وكرمك يا ربنا. ضاقت الحيل وأغلقت الأبواب وبابك أنت مفتوح لكل الناس فافتح على مصر يا ربنا فتحا مبينا يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنام وكاشف الغمة وخاتم المرسلين. اللهم تقبل. ربنا يفتح عليك. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور صلاح الجمل. ربنا ينفع بيك ويجعل صوتك سببا في مغفرة ورحمة لكل أمة محمد في هذه الأيام المباركات. شكرا جزيلا ونلتقي دايما على خير فضيلة الدكتور صلاح الجمل. شكرا جزيلا وكل سنة وفضلتك بألف خير. اللهم تقبل. ادعوا وأمنوا وراءنا فإن الله مستجيب للدعاء. بعد